سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. بيت فني، زوجان فنانان، هو مطرب ملحن وهي مطربة من هذا اللون الخفيف الجميل. هو مع النغم من سنوات طويلة، وبالذات مع النغم الشعبي والنغم الديني وألوان مختلفة من الألحان، وهي لمعت منذ سنوات قلائل بلون معين من الأغاني. هو الفنان سيد اسماعيل وهي الفنانة عايده الشاعر. أهلا. مساء الخير يا فندم. أهلا يا سيدة. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. أول مرة أزوركم في بيتكم الحقيقة، يعني احنا مع العمدة من زمان، العمدة سيد اسماعيل. ايوه. وبعدين شفتك قبل ما تدخلي ميدان الفن، ثم شفتك بعد ما دخلتي ميدان الفن، وكان مفاجأة بالنسبة لي. فهل هذه المفاجأة كان مخبيها سيد اسماعيل من زمان ولا ايه؟ ابدا والله انا ما خبيتهاش. فيعني انا اتجوزت المدام عايده الشاعر، وكانت استاذة اللغة الفرنسية في معهد الباليه، وبعدين سمعتها من خلال تلفزيون جمهورية مصر العربية، وبعدين يعني قدمتها للإذاعة الأستاذ محمد حسن الشداعي، ومشينا يعني مع بعض. أنت سمعتها في تلفزيون جمهورية مصر؟ أول ما سمعتها يعني تعرف بيا، تعرف بصوتي أولا وبعدين تعرف. مش مظبوط؟ ده فعلا سمع يعني صوتي وحبه أولا وبعدين شافني ثانية. يعني بدأ الحب عن طريق الصوت من خلال التلفزيون. ده بس هو شافك في التلفزيون، فهو شافك صوتا وصورة فعلا. فاتسحر على طول. بس انا بقى كنت بسمعه يعني من زمان، من قبل ما اغني يعني، برضو كنت اعجب بصوته حقيقة يعني، وكان له اغاني بالذات بحبها. اهمها ايه؟ كان في غنوة بحبها وما زلت بحبها، اسمها يا قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة. يمكن برضو انت يمكن انت كنت بتحبها انت. اظن يعني كل الناس يحب يقولوا يا قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة. ولو ليلة. طب نحب نرتاح كده استاذ مع صوتك. قوي قوي تحب يعني يا قلبي ارتاح طبعا. بقى كمان يا قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة، يا قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة، شبابك راح ما فرحني ولا ليلة، يا قلبي ارتاح ارتاح يا قلبي يا قلبي. ده دعوة صريحة للقلب عشان يرتاح فعلا يعني. طب سؤال الحقيقة، ازاي القلب يرتاح؟ نسأل الأول ladies first. طب حاضر. القلب بيرتاح لما النفوس كلها يعني بتكون مرتاحة، والتفاهم بيكون بين الطرفين، فكل حاجة بترتاح. القلب بيرتاح ازاي استاذ سيد اسماعيل؟ بيرتاح برضه زي ما قالت عايدة، واما بيكون في تفاهم طبعا، والكل الحياة ماشية طبيعية كويسة، فبيكون في راحة طبعا. يا استاذ سيد اسماعيل عامل مبدأ بلدك فين يا جحا اللي فيها مراتي على طول على طول. قال انت قلتي فقال طبعا ما يقدرش. طب انا يعني اعرف ان الاستاذ سيد اسماعيل ريفي لكن انت شكلك ما انتش ريفي والله. شكلي باريسي. انا برضو من منصورة يعني تعتبر من البلاد برضو يعني من شمال الدلتا طبعا. انت من المنصورة نفسها. طبعا المنصورة بلد مشهورة بالجمال فعلا يعني. وهو الاستاذ سيد منين؟ انا من الشرقية. جيران انتوا بقى. جيران جنب يعني. المديريتين جنب بعض. ثم تجاورتوا في الحياة، ثم حصل الزواج، ثم جبتوا أجمل لحن ليكم وهي رندا. دكتورة رندا والله. دكتورة. رندا سنها كام سنة؟ 9.5. نحب نسمع رندا. رندا تعالي يا تعالي يا رندا. كلمني. رندا أنت في مدرسة إيه؟ بيبي هوم. بيبي هوم، لكن أنت ما أنتش بيبي، ده أنت عروسة أمورة. ما هي فيها بيبي لغاية عندهم 20 سنة. البيبي هوم يعني لغاية ما تكبري بتدرسي إيه وإيه؟ انجليزي وعربي وحساب وعلوم كله. طب انت بتسمعي بابا وماما وهم بيغنوا كده؟ مين بيعجبك اكتر؟ الاتنين زي بعض. بتحبي لهم اغنيات ايه؟ كل الاغاني بحبهم. طب انا عاوزك بالنيابه عني تطلبي منهم اغنيه يغنوها دلوقتي، تختاري انت ايه يا رندا؟ قمر الليالي. قمر الليالي. لا يرد لها طلب. لا مش ممكن. هو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده؟ اهو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده؟ قمر الليالي ولا غيره على بالي. قمر الليالي ولا غيره على بالي. واللي اختاروا قلبي يما قمر الليالي الليالي. هو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده؟ هو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده؟ قمر الليالي ولا غيره على بالي. قمر الليالي ولا غيره على بالي. واللي اختاروا قلبي يما قمر الليالي الليالي. مكتوب على قلبي وعلى ايامي وعلى دنيايا، نرسم انا وانت صورة حب الاحلى حكاية. مكتوب على قلبي وعلى ايامي وعلى دنيايا، نرسم انا وانت صورة حب الاحلى حكاية. ونجوم سألوني عليك يا عيوني يشوفوا هوايا، ما اقدرش اخبي في كل كلام اسمك ويايا. ونجوم سألوني عليك يا عيوني يشوفوا هوايا، ما اقدرش اخبي في كل كلام اسمك ويايا. قمر الليالي ولا غيره على بالي. قمر الليالي ولا غيره على بالي. واللي اختاروا قلبي يما قمر الليالي الليالي. هو يما حبيبي ده ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده؟ هو يما حبيبي ايش معنى ده؟ قلبي قال لي حبي ده ايش معنى ده؟ قمر الليالي ولا غيره على بالي. قمر الليالي ولا غيره على بالي. واللي اختاروا قلبي يما قمر الليالي الليالي. الله، انا اشكرك يا رندا. مش عاوز اقول ميرسي يا استاذ. مش عاوز اقول لا رندا برضه يعني الحقيقه اختيارها رائع جدا بجد يعني. والله ومش عارف الصورة ايه اللي مكتوب علينا، يبقى لنا صورة ايه وصورة حب ايه وكلام على قلبه. كلام حلو قوي، كلام الشاعر محمد حمزة. ده تلحين سيد اسماعيل. الحين الاستاذ سيد اسماعيل الله يخليك، حلوه الحقيقه الله يخليك. طب استاذ سيد، نعم، قول لي ازاي انت دخلت الفن يعني من البدايه؟ هنحكي ده كله، هو قصه طويله قوي. لا باختصار طبعا، احنا نقعد يومين. هو باختصار بعد يعني انتهاء دراستي الموسيقيه في القاهره، فابتديت احترف الغناء، وبعدين احترفت الموسيقى التلحين بجانب الغناء، وكان هذا في سنة 1950 بعد ما انتهيت من دراستي الموسيقية في المعهد العالي للموسيقى العربية، يليه المعهد العالي للموسيقى المسرحية. وابتديت بالغناء الأول، وبعدين بعد سنة كده اعتنقت التلحين بجانب الغناء، وابتدينا نشتغل يعني. أول شغل اشتغلت بيه فين؟ يعني هل انت تاثرت، يعني اللي انا عاوز اعرفه، هل انت تاثرت بحياه القريه وانغام القريه والفولكلور والاغاني الشعبيه بتاعت القريه والحاجات الدينيه بتاعت القريه؟ احنا من غير القريه ما نسواش حاجه خالص. احنا نازحين الى العاصمه فعلا، ولكن دم القريه مش ممكن نقدر يعني نتنحى عنه ابدا. تفتكر ايه من الاغاني الشعبيه في القريه وانت صغير؟ شوف يا استاذ طاهر، سيادتك الحاجات اللي انت بتسمعها دي كلها تيم عايشه معانا من الريف. يعني الغنوه اللي سيادتك سمعتها بتاعت قمر الليالي دي صحيح بافيهات مودرن وكل حاجه، انما التيمه نفسها من القريه نفسها. يعني خصوصا قمر الليالي ولا غيره على بالي، واللي اختاروا قلبي يما قمر الليالي قمر دي يعني دي من الريف تمام، يعني تيمه موجوده. طب مدام عايده، انت من مدرسه فرنساوي سمعت، يعني قلتي دلوقتي. لا انا يعني اللي اتعلمت الفرنساوي بس مدرسه مصريه يعني مش مدرسه فرنساوي. يعني اتعلمتي تعليمة فرنساوي يعني تعليمي لغه فرنسيه من صغري يعني. برضو بدايه طريقك للفن، بدايه طريقك كانت مع بدايه التلفزيون عندنا في القاهره. يعني اول ما بديت اغني كانت عاملين مسابقه الاصوات الجديده وتقدمت ليها ونجحت وطلعت الأولى، وأول لحن غنيته كان لأستاذنا الكبير العظيم موسيقار رياض السنباطي، وبعدين غنيت بقى لكل الملحنين اللي موجودين عندنا. كان أول لحن ليكي للأستاذ رياض؟ ما هو ده اللي السيد سمعه وحب صوتي منه، هو ده. بس يعني الأستاذ رياض بيعمل ألحان من النوع الطرب هو كان يعني عاطفي. ما انا اول ما بديت كنت بغني اغاني عاطفيه، مش اغاني اللي انا اشتهرت بيها، مش الاغاني الخفيفه يعني. انا اشتهرت باغاني خفيفه وفولكلور، بس انا اول ما بديت احترافي يعني او هوايتي للفن كانت باغاني عاطفيه. هل ممكن نسمع حتى؟ ونسيت اقول لحضرتك ان برضو كان السبب في دخولي الفن كان المخرج الاستاذ محمد سالم. يعني اختارك في افندم بتاعت استاذ رياض، ممكن نقول حته افتكر برضه هي بقى لها 10 سنين. بس يعني دايما الواحد اول حاجه غناها في حياته يعني زي اول شيء. بحب اسهر افكر فيك لوحدي، بحب اسهر افكر فيك لوحدي، واحب الليل عشان بالليل بحس بنيل، اغمض وافضل احلم بيك، اغمض وافضل احلم بيك، يا روح قلبي، يا حلو قوي قوي. ها تحفه والله كويس ان انا فاكراها يعني. بس لحن جميل صحيح يعني والله يعني طبعا سرحان وبياخد الواحد فعلا يعني. كانت كلمات استاذ عبد الوهاب محمد. ليه ما بتقوليش يعني ما لحن حلو بالشكل ده؟ هو حقيقه حلو بس يعني اهي الناس بقى حبتني في الالوان الخفيفه الفرايحي يعني صعب ان انا يعني اقوم مثلا طالعه كده اقوم قايله غنوه عاطفيه جامده كده هيفاجئوا فبالتدريج ممكن نعملها يعني تدريج يعني بقول انا دلوقتي اغاني برضه شعبيه عاطفيه وبندرج شويه بشويه لغايه ما الناس تاخد ان في ممكن ادي يعني هو ساعات الواحد بيعمل حاجه مخالفه للونه على طول بتبقى مفاجاه يعني ظريفه يعني شوف مثلا فرق دي بعديها اشتهرت بايوه والتشت قل فيعني نقله جامده قوي طب الحقيقه في الاغنيه بتاعت اغمض وايه واحلم بيك اغمض وافضل احلم بيك نفس المعنى مش عارف ليه الواحد في الحب عندنا او يعني في الحب في كتير في العالم لما الواحد يحب يسرح في اللي بيحبه يغمض لانه يعني ايه يعني حتى شوف في اغنيه ام كلثوم ثم اغمض عينيك حتى تراني بالظبط يعني عارف ازاي يعني هو يعني غمض عينيه بحيث ان هو يكون ما ينشغلش عن اي حاجه يعني يسرح بيها في نظره بيتخيل هو بقى الحبيب قدامه وهو بيغني يعني يمكن صحيح يعني انما هي المفروض انه يكون سلطانها بحيث انها ما تخليش يسرح حتى ويفتح ويبقى بوداني وبكل حواسه المفروض سلطانها عليه مش كده؟ انما برضه بنحب نغمض عن حاجات كتير فعلا وطبعا بعدها غنيت لكل الملحنين ولونت بقى في كل اغنيه والسيد عمل لي مجموعه كبيره واغاني راقصه لمنير مراد وبليغ حمدي وكل حاجه ده احنا هنسرح معاكم الليله دي سرحه ظريفه جدا ها. طيب استاذ سيد اول لحن ليك كان ايه؟ لي انا بصوتي اول لحن شهرك يعني ويعني حسيت انه نجح جدا في حاجات كتير شهرتني الحقيقه كانت سبب في شهرتي كان فيه يعني قلب ارتاح وغرام الماضي وصحراء المهندس جاي تانية ام التوب لا وفي حاجه تانية برضه حلوه مش فاكراها بس كانت حلوه ناعمه كده تنجو كده كان ليك تنجو ناعم كده حاجه ناعمه كده حلوه انا فاكره بس كان في حقك عليا كمان حقك عليا طب حقك عليا لا حقك عليا لا عايده اللي بتقول لا في حاجه ثانيه فينك يا جميل ايوه فينك يا جميل ايوه ماما سوا مامتك اللي افتكرتها عشان ننبسط طب نسمع فينك يا جميل كده حته منها يمكن شو مع بعض برضه انا فاكره حته فينك يا جميل يا جميل فينك يا جميل يا جميل فينك وحشتنا عينيك وحياة عينك وحشتنا عينيك وحياة عينك فينك يا جميل فينك دي الأغنية المفضلة عند مامتك يعني لا هي الأغنية المفضلة عندها بشاير بتقول انها كانت بتحبها فعلا بشاير بتاعت بشاير للحبيب هلا بشاير دي غنوه دينيه عن يعني مولد الرسول طبعا سمعتها بشاير من الحبيب هلا تقول للموعودين يلا على المختار حبيب الله حبيب الله دي البشاير دي يعني طب ما نسمع البشاير دي واحنا بشاير من الحبيب هلا تقول للموعودين يا الله بشاير من الحبيبة هلا تقول للموعودين يا الله على المختار حبيب الله حبيب الله ظريف. ومدام عايده ايوه نقف بقى عند الانقلاب اللي حصل، ضجة والتي قاد لواءها الطشت. أي أستاذ الطشت هلكني الطشت من يوميها لغاية دلوقتي والله. إيه بقى نوع يعني إيه قصة هم كانوا 3 أغاني مع بعض عملوا ضجة مرة واحدة يعني. لهم كيد العزال والطشت قلي وأهيا لموني. التلاتة دول دول تلحين تلحين الموسيقار الراحل علي اسماعيل. ده اصل هو الاستاذ علي اسماعيل حقيقه استاذ عظيم، مهندس الاغنيه الخفيفه حقيقه، بيملاها ايقاعاته واجواءه هو يعني الحشو، عارف يعني انا بقى هو ابن بلد فعلا. علي اسماعيل كان يعني في اللون ده ناجح جدا، في اللون ده ناجح فيه يعني. وبعدين كان قيافه يعني في شوف يعني الحانه في فرقه رضا طبعا. وبعدين هو الحقيقه ابتدى الالحان الخفيفه في وقت كان الناس ضد الالحان الخفيفه طبعا. فكافح يعني طبعا. وبعدين انا بحس انه الحانه زي مثلا ايه، زي الكنافه اللي مليانه حشو عظيم جدا من اللوز ايوه في رمضان يعني مش حشو فول سوداني لا وزبيب. بدأت قصة الطشت ازاي بقى يعني؟ كان هو برضو بيسمع سمع صوتي واعجب بيه برضو، وشاف يعني حاجة عجبته فطلب مني ان انا بالصدفة يعني حاجات لفرقة رضا للموسم الجديد بتاع فرقة رضا، وكانوا 3 أغاني دول. طبعا ما كناش متوقعين لهم اي نجاح او اي شهرة وكنت بسجلهم بصوتي عشان يرقصوا عليهم بس فطبعا سجلتهم وفرقه. وجابتوا الطشت منين يعني؟ ده هي الطشت دي بقى من مراته المؤلفه نبيله انجيل، هي جت الطشت. لا هي تيمه فولكلور، هي تيمه فولكلور من كفر الشيخ تقريبا، من كفر الشيخ تيمه بيقولوا حاجه على الطشت في الافراح وبتاع. الطشت قال لي الطشت قال لي يا حلوه يلا قومي استحمل فهم خلوها. بس هل هي كانت يعني الناس بيقولوها في الفرح من اغاني الفرح يعني؟ ليله الدخل اصل الاغاني الفلكلوريه دي بتتقال في اي جو يعني في القريه في الافراح وهم قاعدين ومش عارف ايه بس يعني هي قاعده بسلامتها لغايه ما الطشت نفسه ينطق ويقول لها قومي استحمي يعني مستنيه ايه؟ والله الحقيقه يعني الناس حبوا الاغاني دي ولغايه النهارده بروح في اي فرح طبعا بساعات بيطلبوا مني. ده هي في منتهى الجمال وكايده العزال دي لغايه امبارح لسه مغنياها المصري بتاعت ايوه دي حلوه قوي برضه، دي كلمه مش شرقيه ايوه دي جايبها مش شرقيه ازاي يعني علي ومحمود رضا بيلفوا يجيبوا الحاجات دي، يجيبوا الحاجات دي على كاسيت من اصوات الفلاحين. انت بلدك ايه في الشرقيه؟ انا فاقوس. من فاقوس وعندكم ايوه عندنا كل حاجه عندنا وقطن كمان يعني لا يعني مثلا لما واحد ينده لواحد ولا حاجه يقول له ايوه انا جاي والله يقول له ايوه انا جاي الاثنين تاكيد فهي جت من هنا والله جت من هنا تاكيد ايوه ايوه ياس ايوه طب نسمع ايه من دول؟ نقول كيد العزال. كيد العزال انا من يومي، كيد العزال انا من يومي، كيد العزال انا من يومي، كيد العزال انا من يومي. يا بنتي يا موت تطريحه يا احلى من الموزه بريحه، يا بنتي يا موت تطريحه يا احلى من الموزه بريحه، عليك حته تسريح وانا من يومي. كيد العزال انا من يومي، كيد العزال انا من يومي، كيد العزال انا من يومي، كيد العزال انا من يومي. يا حلوه انت يا سماره يا كيده جت عن الحاره، يا حلوه انت يا سماره يا كيده جت عن الحاره، بيبعتوا 1000 إشارة وانا من يومي. كيد العزال انا من يومي، كيد العزال وانت فعلا كيد العزال من يومك؟ لا والله لا والنبي كيد لا كيد العزال المسرح. طب بالمناسبة ايه حكاية العزال؟ الأغاني مليانة العزول والعزال العازل والعزول، ما ده معروف، ده معروف في الأدب العربي القديم. عاذلي طبعا طبعا. بس دلوقتي في العصر الحديث في عزول وبتاع، في لا ده في أكتر من في أكتر من الجاهلية، ده هم الجاهلية دلوقتي. ده الواحد بيبقى ماشي يا بيه مش عارف راسه من رجليه. طيب أثيرت ضجة كبيرة حوالين هذه الأغاني يعني. كان أثر الضجة دي إيه عليك؟ أثرها كانت إن الأغاني اتشهرت أكتر، وبعدين برضو سببت لنا شهرة أكتر. يعني كانت في صالحي وفي صالح الأغاني في نفس الوقت. والحقيقة طب أنت إيه رأيك يا أستاذ سيد في النقد اللي كان بيوجه لهذه الأغاني؟ والله أنا بعتبر أي نقد كان بيوجه إلى هذه الأغاني كان برضو يعني بقصد الحقد، مش لأن الأغاني مدام شعبية وخدت زيوع وأذيعت والناس اتبسطت منها فالعمل يبقى نجح. وبعدين هاجموها بعد ما الناس حفظوها. يعني خلاص اتحفظت وترددت وحبوها فهاجموها. بس انت في إذاعة الشرق الأوسط كنت متنزلها قال لي. قال لي يعني ايه؟ قليل؟ لا بدل كانوا منعوها في يوم من الايام شويه، كانت منعت تشت قال لي فانت فهم كانوا بينزلوها اكتر، يقولوا بدل ما يقولوا تشت فيقولوا قال لي قال لي. فاكر لما هم يعني انت هو دي البنات هو الحقيقه انا يعني رحت اوروبا وشفت اغانيهم وكده، فلقيت ان في كثير جدا من الاغاني الترفيهيه التي لا معنى لها اطلاقا، وشويه جمل تضحك وكذا 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 وكذا، وتعتمد على اللحن والواحد ايه خفه الجمله والواحد يروق شويه ويستريح. طبعا اجمل حاجه لما كان مثلا واحد ناقد مثلا يعني كبير ولا حاجه هو بيحبها في نفس الوقت، يعني كل النقاد الكبار زي الأديب نجيب محفوظ وأستاذ أنيس منصور وجمال الملخ، شوف كلهم أحبوها. وبعدين كانوا بيعملوا نقد ليها في نفس الوقت، وبعدين يقولوا طب نسمع بقى التشتقري، طب هم بيزعقوا ويخلوا الناس إيه يخلوا الناس يحبوها أكتر. فدي كانت في الواقع أنتوا بتثوروا نقطة مهمة جدا، لأنه يعني بنبص نلاقي الرجل الشرقي أو الإنسان الشرقي عايش بطريقتين، طريقة جواه مقتنع بيها وطريقة للخارج قدام الناس للاستهلاك يتكلم بيها. الغربي ما عندوش كده، الغربي عنده اللي جوه زي اللي بره بالظبط، عنده وضوح لأنه لسه مش خايف من الناس وهكذا. إنما شفتي بقى يعني ناس يبقوا يحبوا الأغنية وبعدين يكتبوا ضدها وهي بتسليهم وكذا. هو بس العيب الوحيد إنه لما الناس لقوها نجحت، وخاصة في الوسط الغنائي المطربين والمطربات ابتدوا ناس كتير قوي ياخدوا هذا اللون، فبقى يعني المشفقين على الفن الغنائي انه يبقى كل الاغاني واخده هذا اللون. عارفه احنا لما بناخد موجه كل الناس بيقلدوها ويطلعوا فيها على طول مره واحده، هم يعني خافوا فعلا من يعني بين الحين والحين كده. طب بس اقول لحضرتك حاجه، ان الاغاني دي يعني يعني خدت فتره وانتهت، ان ما كانش الواحد جدد كان وهو حتى لا هي عايده ما فيش شك انها ما استمرتش، لو استمرت على هذا اللون يعني اللون ده انتهى تقريبا الوقت ده كان اثر عليه، يعني مش ماشي زي في الوقت اللي اتظهر فيه يعني هو كان ماشي، لان صوت عايده جدير بانه قدير على الاداء يعني ممكن يؤدي كل حاجه. طب يعني هي بقى بعد ما اتمنعت الاغنيه دي من الاذاعه فتره هي لسه ممنوعه ما افتكر يعني بتذاع كده العزال، انا سمعتها كده العزال هو على اي حال حتى هذا المنع الليموني بتتذاع التشت قال بالذات ما بتتذاعش التشت عشان كلمه التشت بتتذاع بالتلفزيون وفي الحفلات وفي الحفلات وكل حاجه يعني ده كان منعها كان من صالحها، لأنها من صلاحها لأنها استنت شوية فالناس اشتاقوا ليها. ده اتمنعت بعد ما الناس حفظوا كل كلمة فيها واتذاعت مليون مرة، مش معقول يعني. طيب. فطبعا بعدها يعني جددت في الالوان اللي انا قدمتها، ونوعت بقى كذا حاجه يعني جددتي نتيجه الحمله والنقد وكده؟ قلت لا بقى عشان لا ابدا، مش جديد، مش عشان الحمله والنقد، عشان الاستمرار يعني، عشان الاستمرار، وعشان انا وعشان صوتي بيأدي امكانيات صوتها طبعا، مش بس اللون ده، فانا لازم اغني كل الالوان يعني أغاني وطنيه. يعني انت شفت سيادتك غنوه رياض السنباطي بتقول يعني فيها وصوت عريض وكل حاجه وقادر على الاداء، فممكن تغني الغنوه الشعبيه اللي فيها مضمون يعني. طب بعد كده اتنقلت من الثلاث اغاني دول الى غنيت غاليه ومهر غالي، وغنيت قبلك ايه صبيه، دول بتوع سيد، وغنيت احبك، وفي غنوه للاستاذ بليغ حمدي، وقمر 14 دي يعني بتأديها بس كل حفله بتقولها قوي يعني بليغ حمدي من احلى منه. طب ما نسمع حته كده نشوف لون بليغ. احنا نغني اغنيه بليغ. انا هو طب تاني. انا هو انا هو انا هو قمر 14 اهو، انا هو انا هو انا هو قمر 14 اهو، السكر قدامك اهو، وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد، وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد، عمري ما هتقابل حد، عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده هو، عمري ما هتقابل حد، عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده هو، انا 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 اهو انا هو انا هو انا هو قمر 14 اهو، انا هو انا هو انا هو قمر 14 اهو، السكر قدامك اهو، وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد، وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد، وعمري ما هتقابل حد، عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده هو، انا 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 اهو. شريك شريك بقي العشرة معاك، شريك 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 ونروح هنا وهناك، شريك 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 بقي العشرة معاك، شريك 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 ونروح هنا وهناك، بايديك بتعال الخد واقعد بالثانية اعيط واسأل في غيري حد، بيحب الحب ده هو، وعمري ما هتقابل حد، عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده هو، عمري ما هتقابل حد، عمري ما هتقابل حد بيحب الحب ده هو، انا 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 حركتها حلوه قوي الاغنيه. هي بقى في طبعا في الاوركسترا بتبان اكتر، وفيها رتم جامد وكده، هي دمها خفيف الاغنيه كمان على فكره. كلمات مين؟ كلمات برضو الشاعر محمد حمزة. أنا أغلب أغنية لمحمد حمزة، معظمها يعني، قليل إن غيره بيكتب. هو ده لون ظريف من الأغاني الخفيفة اللي أنت بتقولي عليها، اللي فيها برضو نوع من العاطفة. يعني على خفيف، ظريفة يعني. على خفيف، الناس بيحبوها وكلامها لطيف وبتاع. وبعدين في عملت طبعا مجموعة أغاني اشتهرت في الأفراح، أغاني العرايس والعرسان، عملتها مخصوص واتشهرت بيها بقى حاليا أوي يعني. في شربات الفرح، وفي شفت العروسة، وفي غالية ومهر غالي، مجموعة أغاني فرايح. لا شفت العروسة. ده تلحين مين؟ تلحين سيد. تقولي شفت العروسة زي بعض يعني. شفت العروسة، شفت القمر، شفت العروسة، شفت القمر، شفت العريس راجل زين الرجال، شفت الليلة جميلة، شفت العيلة أصيلة، شفت الليلة جميلة، شفت العيلة أصيلة، شفت العروسة والعريس زي القمر. الله الله. شفت القمر، الله. شفت العروسة، شفت القمر، الله. شفت العريس، راجل زين الرجال، شفت الليلة جميلة، شفت العيلة أصيلة، شفت الليلة جميلة، شفت العيلة أصيلة، شفت العروسة والعريس زي القمر. الله الله. حد زغرت بقى، عايزين زغروته. زغروته منك انت، زغرتي كده. ما اعرفش والله. صحيح؟ والله ما بس الاغنيه دي بتغري حتى المتجوزين انهم يتجوزوا تاني. مش كده برضه؟ انا فاهم. يصوروا عليه ويعملوا احتفال، يقولوا شفت العريس، يقولوا الله وبتاع. يمكن دي اللحظه الوحيده اللي الحقيقه دي كانت لها مناسبه سعيده قوي، ان معموله في فرح بنت الرئيس أنور السادات، كنت عاملاها مخصوصة يعني حقيقة عشان العروسة. عملنا لها الفرح في اسكندرية. دي أول مرة اتقالت فيها يعني الأغنية؟ أول مرة، وكنت عاملاها مخصوص عشان نهى. حلوة الأغنية الحقيقة. طب كنت عاوز أقول على حاجة يعني باعتبارك بتغني خفيف وكده وبتطلعي على المسرح، مش شايفة إنه النهاردة المغني ما بيقفش بقى يعني؟ ام كلثوم الله يرحمها كانت بتقف وماسكه المنديل، تحط عواطفها كلها في المنديل وفي منتهى الثبات. وبعدين ابتدت المطرب او المطربه تتحرك شويه، حتى المطرب دلوقتي بيتحرك. احنا دلوقتي بنتحرك. يعني قصدي يعني انا عاوز اقول انه ممكن الاغنيه تخرج اخراج على المسرح. يعني في حركه المطرب او المطربه، زائد رقصة من 2 3 4، زائد إضاءة، زائد جو، زائد حاجة. ده بينفع في الأغاني الخفيفة أو يبقى لطيف يعني. ولا إيه؟ هو ده المفروض يتعمل. بس برضو إحنا لسه ما زلنا أي حفلة أو من الحفلات اللي هي بتتنقل إذاعة وتلفزيون، برضو بنقف قدام الميكروفون ورانا الفرقة عادي جدا يعني. يعني خصوصا بالنسبة للتلفزيون المفروض إنه هو ده يجب. الغناء الاستعراضي لازم ياخد شكل الحركة وشكل الإفيه في الريتم يعني. انا دلوقتي طبعا يعني مثلا بنشتغل في مسرح بالليل يوميا حاليا، انا ما بقدرش اقف قدام الميكروفون، بمسك الميكروفون وبغني وبتحرك يعني. طبعا يعني ضروري، لانه هو الاغاني كلها ايقاعات متحركه، لازم في كل مكان كده، الواحد ما يقدرش. بالظبط. طيب بالمناسبه، ما انت تقدري تفكري في لون جديد يعني. هو الاغنيه العربيه محتاجه باستمرار لالوان جديده. مثلا الاغنيه الفكاهيه يعني، مثلا سيد مكاوي لحن القافيه وشمعنا ومش عارف ايه، وطب خد عندك دي مش عارف ايه، حموك في كنكه ما اعرفش ايه. يعني لو اتعمل مثل هذا اللون، الاغنيه الفكاهيه البحته، مش ضروري قافيه، لكن اغنيه فكاهيه، 2 بيعملوا حوار فكاهي ظريف، بيعملوا كاتب دمه خفيف، ويتقال ويتغنى، ويبقى يعني لون خفيف اقرب الى الفكاهه، مش بس لون خفيف. ايه رايك في هذا اللون؟ انا ما احبش اغني كده حقيقه يعني، اقرب الى الفكاهه ما اقدرش يعني. اغني الوان خفيفه بس فيها احساس وعاطفه. يعني فيها كلمه محسوسه. ده ما يعتبرش يعني لون شعبي، يعتبر لون يعني مسرحي. لا يعني بقى اغاني حرفيه يعني اللي عمله سيد مكاوي مش ما يعتبرش. هو ما بيقولش يعني اللي عمله سيد مكاوي، هو بيقول عادة يعني مثلا افرض يعني انه في اغنيه ما يعني انا اسمي سيد وانا اسمي عايده مثلا انا اصلي عمده ما دي طبعا وانا موجود في مش عارف يعني عارفه ازاي يعني موجود مع سيد الملاح واحمد ما هم بيعملوه مش نغم المونولوجيست، لا انا برضو الاغنيه الخفيفه المرحه الظريفه ده ممكن يبقى لون جميل جدا 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 ومسرحنا محتاجه ويوافق العصر وظريف يعني. يبقى عايزين بقى مؤلف يعمل حاجه كويسه يعني عاوز مؤلف يعمل حاجه زي مش حاجه لا يعني قصدي يبقى مش اقرب للفكاهه يعني لا هو يعني خفيفة ومرح مرحة وتخليني أضحك وأفرفش وكذا ومعنيها ها كده يعني فكر. طب إيه رأيك في اللي بيغنوا خفيف زي خفوا قوي زي مين يعني مثلا؟ قولي لي أنت مين بيغني يعني خفيف زي يعني حاجات مثلا زي اللي انا بقولها. ايه الفرق بين لونك ولون ليلى نظمي؟ انا مفيش حد بيغني الحاجات اللي انا بغنيها، يعني انا الاغاني بتاعتي فريده من نوعها في السوق يعني او في الحفلات او في الاذاعه والتلفزيون. لوني معروف يعني لون خفيف وشعبي وفي احساس وعاطفه وفي طرب في نفس الوقت، ما هوش مجرد الفولكلور على طول. لا ليلى نظمي بتغني فولكلور وما زالت بتغني فولكلور من يوم ما ظهرت الى الان يعني ما غنتش الوان عاطفيه اطلاقا. انا غنيت فولكلور بمحض الصدفه يعني جه عن طريق الصدفه وكان مجي وفي صالحي برضه. طيب بعد ما شاديه تخلت عن الاغاني الخفيفه يعني اصبحت انت اللي بتؤدي هذه الالوان دلوقتي. الوان شاديه كانت ممتازه طبعا. يعني هي تخلت عن هذا اللون الخفيف ودخلت في اللون العاطفي قوي. القوي انما لون البنت الصغيره ال 16 وحاجات من دي بتاع بيحبوه طبعا واحد اتنين ومش عارف ايه والحاجات لغايه دلوقتي طبعا. والاغاني الراقصه برضو اللي هي لها رتم زي اغاني منير مراد برضو حلوه يعني غنيتها وكان لها اغاني راقصه يعني الناس يرقصوا عليها يعني اغاني بتبقى على ارتم جيرك و طب انا ده لون ظريف او مطلوب يعني. هو الحقيقه الاغاني الراقصه احنا سايبين الجيل الجديد، الجيل الجديد بيرقص واحنا سايبينه كده لقمه سائغه في ايدين الاغاني الغربيه. مفيش حد بيحاول فعلا انه يديله ما يشبعه من الاغنيات بالعربي يرقص عليها، ما دام هو بيرقص مش كده ولا ايه؟ طبعا في حاجه عملتها احبك اسمها احبك بتاعت استاذ منير مراد كلمات عبد الرحيم منصور دي على نغمه الجرك بيسمعوها بيرقصوا عليها على طول. أنا أحبك 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 بكل أمان بقلب حنان بكل أمان بقلب حنان بنظرة عيني وموالي بقولها كتير يقولها الطير بقولها كتير يقولها الطير وتبقى غنوة يا غالي وتبقى غنوة يا غالي. أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك هقولها كمان في كل مكان هقولها كمان في كل مكان وافرح بيها احبابي اغزلها عقود حكايات ورود اغزلها عقود حكايات ورود واهديها لناسي واصحابي واهديها لناسي واصحابي. انا احبك انا احبك انا احبك. هايلة ظريفة جدا جدا. طب شوفوا بقى انا هنقلكم من الجرك نقلة بعيدة قوي. هنتنقل من الجرك ونرجع للقرية ونسمع موال ريفي من استاذ سيد اسماعيل. طبعا حاجة جميلة يعني. شوفي النقلة من الجرك نسمع الاول من فريق الفقوش الشرقية كده. ندخل بشوية تقاسيم كده هوت حلوة وليالي ونعوش للجو الشرقي كده. ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل. محبكم داب وانتو لم تريتوبوا، فإن رماه الهوى ما حلتو غيرتو. محبكم داب وانتو لم دريتوه، فإن رماه الهوى ما حلتو غيرتوه. ولما يعشق بيعشق برضو من توبه، والحب بالحب مش بالدبلة والخلخان. الحب شيء بالنظر مش بالكلام انقال. الحب بالحب مش بالدبلة والخلخال. والحب شيء بالنظر مش بالكلام ينقال. محبكم داب وانتو لم دريتوه، فإن رماه الهوى ما حلتو غيرتوه. يا سيدي يا سيدي انما قول لي يا ابو سيدي يا عمده. الراجل ده محب وبيقول لهم محبكم داب وانتم لم دريتوه، فإن رماه الهوى ما حلته غير توبه. يعني هو نوع من التشبيه ونوع من الايه الخضوع الى بس تصور بقى ما حلتوش غير توبه. هو يعني توريه يعني مش تشبيه يعني بس ايه يعني. انا كنت اتمنى بقى انه بعد كده زي بعده احنا بنقبله على كده إيه ما حلتوش غير توبه، لكن راجل اصيل ودمه خفيف. بس برضه لما بيحب من توبه يعني. هيقع على واحده من هذا الجو يعني. مش يدور له على حاجه بقى يعني كده اصدار بقى وبرضه مصمم بس والله في الموال في اثاره، لانه بيرجع يقول الحب مش بالنظر يعني مسائل مش بالمظهر فعلا من القلب مش بالكلام من جوه. لا قول لي عمده. نعم. اولا بيسموك عمده ليه؟ والله يعني عشان انا ريفي برضه، راجل نازح من الريف ويعني نازح الى المدينه لطلب العلم فبرضه لسه لغايه دلوقتي يعني نازح طبعا يعني المدينه لم تلوث ولن تلوث فيها. شو بيتكلم بالنازح والتلويث صحيح يعني والله لسه ريفي بنقائه تمام ده. وهي كمان المدينه يعني بسم الله ما شاء الله يعني تاتش وود امسك الخشب زاخره. لا 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 ما عملتش فيك حاجه. انا من يوم ما شفتك سنه 50 وانت زي ما انت كده الحمد لله من فضل القرة من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ لا يعني شكله لم يتغير يعني واخده طبعا. ما انتوا دخلتوا الاذاعه وانا استاذ برضه في الاذاعه. انتوا دخلتوا دفعتكم كلها كنت انا في ما احنا تعرفنا مع بعض دخلنا مع بعض يعني. دفعتكم احسن دفعه كان تقريبا في الاذاعه لغايه دلوقتي. الله يخليك ويبارك فيك. كنت استاذ بعمه؟ استاذ علم ايه رايك؟ طب نرجع بقى من المواويل، نرجع لجونا. في بقى الحاجات اللي قلنا لحضرتك عليها بتاعت الحاجات العربية، عملت يا معوض من صبر يا رب وين الحبيب. حاجات عربية يعني فولكلور سعودي، وعملناه بالكلام مصري. عملنا هي تيمة لما هو لحن سعودي تيمة من الجزيرة العربية، وانا عملت اوركسترا. طب ما نسمع حتة منه يعني لون الحقيقة. يا معوض من صبر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من صبر قلبي متشوق غريب، يا معوض من صبر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من صبر قلبي متشوق غريب، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، يا معوض من صبر يا حبيبي، يا معوض من صبر يا ربي وين الحبيب، يلا عوض من صبر قلبي متشوق غريب، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، يا معوض من صبر امتى ترجع من السفر، ده البعد والله صايب، غايب وياك القمر اسمع يا عيني ونصيب، امتى ترجع من السفر، ده البعد والله صايب، غايب وياك القمر اسمع يا عيني ونصيب، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، فين يا حبيبي من زمان ياللي في قلبي لك مكان، يا معوض من صبر يا حبيبي. ظريفة والله الحقيقة. ما بنقولش الأغاني كلها يعني أجزاء منها يعني. وفي الحقيقة فكرة لطيفة قوي، والأستاذ سيد بيلف كتير في البلاد العربية وكده، إنه يعمل تشكيلة يعني ياخد ألحان برضه من البلاد العربية المختلفة، من الخليج، من ألحان الغوص وغيره وغيره، وبتعمل عليها أغاني. أنا رحت الكويت وغنيت أغاني كويتية، وغنيت هو فلكلور سعودي، وغنيت فلكلور ليبي، يعني هو برضه بنرضي كل الأذواق برضه اللي بيجوا ضيوف عندنا، فبينبسطوا بيسمعونا بنقول حاجات. شيء جميل حقيقي. طب أستاذ سيد، أنت أيضا اشتهرت بألحان مسرحية، وقفت على المسرح وغنيت وكده، تفتكر أكتر يعني ألحانك المسرحية نجاحا كان إيه؟ هو أنا فعلا يعني اشتغلت في المسرح وغنيت في السينما قبل الإذاعة، لأن أنا ابتديت اشتغلت في ليلة من ألف ليلة، واشتغلت في اليوم خمر وغدا الامر بتاع ابراهيم تيمور، واشتغلت مهمه غريبه دي اصلها موضوع هام جدا في الشعر العربي، امرؤ القيس، وكان دايما يذكر وبتاع، وبعدين وصلوا نبأ مصرع ابوه او وفاته، فقال اليوم خمر وغدا امر، خلاص طبعا. وغنيت طبعا في اشتغلت حمدان وبهانا بطولة تمثيل وغناء في التلفزيون العربي طبعا، قعدنا 6 اشهر، والباروكة والعشرة الطيبة وكل الحاجات دي. المسرح انا يعني يعني لان اصل انا صوتي مقومات صوتي هي تقريبا يعني صالحة للمسرح. طب ما تسمعنا حاجة كده، ادينا لحن مسرحي او ادينا حاجة ونسمع منك حاجة برضو من سيد درويش، يعني حاجة من حمدان وبهانا وبعدين حاجة من سيد درويش. مش عارف انا يعني مش فاكر في حمدان طبعا بتاع، بس فيه اسمعك توشيح. طيب جميل. معك توشيح. عمري نبراس النفوس أمان 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 طارب الليل وغنى في الرباط طارب الليل وغنى في الرباط وانتشق الطون سيمات الصبا أمان 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 أمان. الله، حاجات من الحاجات اللي كنا بنعملها في المسرح برضو على رقصات وحاجات. مدام عايده، طب اخر حاجه عندك ايه بقى؟ اخر انتاج ليا ولسه الناس ما سمعتوش، غنوه عاملها لي سيد اسمها راح اتوب، ازاي عيني راح اتوب، ولما اتوب اسهر لمين لما اتوب. يا سلام. كلمات برضو محمد حمزه، وغنوه ثانيه لمنير مراد. نسمع كده جزء من دي وجزء من دي. قالوا الهوى دواب لكن ما حدش تاب، انا قلت مر الهوى سكر على الاحباب. قالوا الهوى دواب لكن ما حدش تاب، انا قلت مر الهوى سكر على الاحباب. وراحته بتزي عيني راحته، ولما توب اسهر لمين لما توب، وراحته بتزي عيني راحته، ولما توب اسهر لمين لما توب، وراحته بتزي عيني راحته، ولما توب اسهر لمين لما توب. ده العشقة حلوة على قلوبنا ولا نستغناش عن حبايبنا، وندوبنا اهون علينا ولا يوم ينقال اننا تبنا. وراح اتوب ازاي عيني راح اتوب، ولما اتوب اسهر ليل لما اتوب، وراح اتوب ازاي عيني راح اتوب، ولما اتوب اسهر ليل لما اتوب. حلوة حلوة جميلة صحيح. وغنوة تانية لمنير مراد اسمها قال لي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد، قال لي بكرة. قال لي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد، قلت امتى يا حبيبي مرة توفي بالمعاد. قال لي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد، قلت امتى يا حبيبي مرة توفي بالمعاد. ياللي رموشك بتوديني على بر الفرحة ترسيني، بستنى تاخدني وتجيني بكرة بكرة، بس امتى بس امتى يجي بكرة. اللي بكرة يا حبيبة ينتهي بينا البعد، قلت امتى يا حبيبي مرة توفي بالمعاد. ياللي رموشك بتوديني على بر الفرحة ترسيني، بستنى تاخدني وتجيني بكرة بكرة، بس امتى بس امتى يجي بكرة. احنا مش عاوزين يجي عشان نقعد معاكم اكتر. الله يخليك يا استاذ، احنا سعداء والله بتشريفك لينا. ميرسي جدا جدا. انا عاوز منكم حاجه صغيره خالص دلوقتي. أيوه؟ هي تجربه كده جت في راسي يعني. ممكن تلحنوا كده ارتجالا وتقولوا حاجه، ها كلام نثر يعني افرض رندا معانا اللي هي اجمل الحانكم هتقول لها ايه يا عايده؟ رندا اتعشت اتعشيتي ايه يا رندا؟ فتقول لك ايوه اتعشت، تقول لها اتعشيتي ايه؟ فتقول لك كذا وكذا. ايوه رندا تدخل معانا؟ لا انت هترد عليه بالغنى اي كلام. رندا اتعشت يا عايده رندا كانه اوبريت بالمره واحنا هنسجل. يلا احسن شريط هيخلص. رندا اتعشت يا عايده، ايوه اتعشت يا سيد، اتعشت يا عيال، ايوه اتعشت يا سيد، اتعشت ايه؟ اتعشت قلقاس بالخضره وبتلو. الحقيقه والله اتعشت قلقاس بالخضره. كفايه ولا ايه؟ احنا متشكرين قوي قوي والحقيقه، واسعدتونا بلادي. متشكرين قوي يا استاذ سيد اسماعيل، واحنا مش عايزين نسيبك والله. عايده ميرسي قوي، ومتشكرين قوي يا رندا. ميرسي يا فندم، ميرسي، الف شكر. أيها السادة، شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم.